كلير تقدم لكم الشيخ منور وليد غليزان وعلى آتك قصبة الشيخ مصطفى وليد واد الأبطار. ديرها بخاطرك يا مصطفى وليد ديالي كي البشير وعرب المطمر خاطر نزرك بن حيلة والمين ودريك وعرب غليزان. وراي ديالك يا شيخ الجبوري معرف فرطاسة هاي من عند حبيبك مصطفى. كادر شاشو وقوات قلبي وعند الرب ندخل عرس وخلوني نبكي قياد قلبي نزعف ونولي ليلة بنت بلادي راني نبغيك بالشي بالريسكي ويالك خلوني نسكر وش داني نبغيك يا قلي ووالدك خلوني نحنا بنت بلادي وانا بغيت وخلوني بقلبي يا مزعب قريبي انتي يا ويلي يا وكين ديري قلبي بيتك ما وانتي وخلوني كدايرين العينين واللي بلاويني خلوني وهذوك عينين عندي وخلوني نبكي نحنا واللي عقله بقعده وغيري تبان خلوني نسكر شكرا ما نصحاشي واعتل شويوبه وخلوني نبكي عمري ونبكي بالدموع حلي كادر شاشو ليش يطنوه عليا ودارت روايهم وهاوي لي ويا الروح ويلا مثل ما والي شابت بلادي عوش على الأصبر خيتي ويظهر العمر خلوني لسرحوني يا بنشوفي خوادمي خلوني أهلي يا مول المحنة الضريق وحلوني نسكر شوفوا المنكر لي مريولات القدر خلوني نبكي يا المحنة واعر يجرح بقلوبها ويا مصطفى كادر شاشو لا تلوموني شي لا شكرت وواطي تخلوني يومنين نشكرها وغطاسة بيوالي اللي عمري شكوني سياني خ
وحده ومان